أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أبرز أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي. مع بدء الحكومة وميليشياتها حملة قتل على ساحة التحرير قبل يومين، قتل وأصيب عدد من المتظاهرين. اليوم شيع المتظاهرون في ساحة التحرير بعاصمة بغداد جثمان الشهيد المتظاهر سجاد حيدر حسن الجميلي الذي قتلته القوات الحكومية والميليشيات ليلة أمس بالرصاص، وذلك قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. فلنتابع جانبا من تشييع الشهيد سجاد حيدر الجميلي. لا إله إلا الله. تشيع آخر لمتظاهر من متظاهري ثورة تشرين، وهو لطيف سلمان الذي استشهد بعد قنصه على يد القوات الحكومية، وذلك خلال رفعه للعلم العراقي قرب ساحة التحرير أول أمس. لطيف سلمان أصيب برصاصة في رأسه أيام حكومة عادل عبد المهدي، أنجاه الله منها، ولكن رصاصة حكومة الكاظمي أردته شهيدا بإذن الله. لتؤكد لنا هاتين الرصاصتين أنه لا اختلاف بين سياسة حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي، فقط في تغيير بالأشخاص والأسماء، والسياسة هي سياسة واحدة. دعونا نتابع هذا التشييع للشهيد لطيف. تشييع الشهيد لطيف. الشهيد لطيف الشاب الذي كان العلم العراقي وسقط أثناء تأدية رفعه للعلم. الله هنيئا لك. شباب التحرير يفزعون، شباب التحرير يفزعون للتشيع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله. اليوم يلا سلمونا جثمان الطاهرة، ما رضوا ينطون جثمان الطاهرة اليوم. بالمناسبة، لغاية اللحظة سقط 3 شهداء وعشرات الجرحى بالهجوم على ساحة التحرير. الهجوم على ساحة التحرير في بغداد من قبل القوات الحكومية والميليشيات أثار غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع بعض من التعليقات على موقع فيسبوك. أبو البراء قال: الله يرحمك برحمته ويلعن قاتليك، إنهم وحوش الأرض. أمواج البحر قالت: إلى متى شباب العراق مشيعون إلى القبور وأمة الفساد تعيش في ترف وخير العراق؟ جمال قال: هذا كل نتيجة للزيارة التي قام بها الكاظمي لإيران، غير كل اللعبة تنفيذا للتوجيهات التي صدرت له من خامنئي. فاروق علق وقال: إلى جنات الخلد يا بطل، ولعنة الله على القتل المجرمين إلى قيام الساعة. تستمر النزاعات العشائرية في العراق في ظل ضعف الأجهزة الأمنية وضعف القانون، حيث تسيطر الأحزاب والميليشيات على مؤسسات الدولة في العراق، مما يضعف كيان الدولة ككل. ففي قرية البيضة التابعة لقضاء الكحلاء في محافظة ميسان اندلع نزاع عشائري يوم أمس استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، لكن المفارقة بأن من صور المقطع الذي سنشاهده بعد قليل هو أحد العناصر الأمنية من داخل مركز شرطة قضاء الكحلة، وهذا يدلل على ضعف الأجهزة الأمنية في العراق ووقوفها موقف المتفرج في مثل هذه الحالات. دعونا نتابع المقطع الذي صوره أحد عناصر الأمن.
كأننا في حرب وليس نزاع عشائري. طبعا العراقيون علقوا حول هذه الحادثة ومن صور الحادثة، ومنهم من قال بأنه بدل ما تتحاربون بيناتكم حاربوا الفاسدين الماكلين حقوقكم. محمد قال لكورونا وحارة وخدمات ماكو وناس لعبة رواحة وأنتوا متكاونين، شنو هاي؟ يتساءل. متكاونين يعني متعاركين، يعني هناك نزاع. عرفان خليل قال استعراض للسلاح لا أكثر ولا أقل، سياسي أكثر من عشائري. مشعل قال هذا احتفال بمناسبة حصر السلاح بيد الدولة. تستمر معاناة الشعب العراقي منذ 17 سنة في ظل انعدام الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والصحة. مقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يوضح انطفاء منظومة التبريد المركزي في مستشفى البتول في بعقوبة مركز محافظة ديالى بسبب تذبذب التيار الكهربائي. دعونا نتابع. مقطع آخر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لانطفاء الكهرباء عن وحدة الإنعاش في مستشفى الرميثة في محافظة المثنى، وذلك بعد انقطاع الكهرباء وعطل المولدة الداخلية. فنتابع هذا المقطع من المثنى. انطفاء التيار الكهربائي بوحدة إنعاش الرميثة. هاي مروحتنا جايبينها ويانا احنا. هاي على الإنارة البديلة. وحول استمرار تردي الطاقة الكهربائية في العراق علق العراقيون، ومنهم من قال عدن أو آيدن يعني قالت هذا شنو ذنبه عمره يوم تموع روحه من الحر، حسبي الله عليكم من حكومة. زهرة قالت، زهرة الكاردينيا قالت كل البلدان الكهرباء والماء بيها شيء عادي ضمن الخدمات، بس العراق عايش بالضم، حولي وطنية حولي مولد، اجى المي انقطع المي من الصبح إلى الليل، كل شيء ما مفتهمين. علي الهاشم قال حكومة الأحزاب الفاسدة رجعونا إلى المهفة الخوص، هذا أكبر إنجاز يحسب لهم. مصطفى قال كنا نطلع للظاهر الخاطر هيش لحظات مريدها تمر علينا، بس ما حد طلع وقال، كلها كانت ساكتة وتسقط بينا. تعرضت قاعدة الصقر في العاصمة بغداد إلى قصف. فرواية خلية الإعلام الأمني قالت بأن التفجير حصل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بينما تصر وسائل الإعلام ميليشيات الحشد على أن القصف هو جراء قصف من طائرات، وهو ما فسره المراقبون على أنه لاستمالة عواطف المؤيدين. دعونا نتابع آثار القصف على قاعدة الصقر في العاصمة بغداد. السيارات من دمرة هنا، هاي السيارات، هذا اليوم نتيجة القصف الأمريكي استهدف مقرات صقر بتاريخ 26/7/2020. هذه اليوم، هاي السيطرة مال الاتحادية خطية، هاي سلاحهم هنا تفلس، وراحوا جرحى عتهم وشهداء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين فقد تعرضت أيضا لقصف يوم أمس، وانتشر مقطع أو عدة مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي يبين التهام النيران لجزء من قاعدة
سبايكر عقب دوي انفجارين بداخلها كما أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية. دعونا نتابع هذا المقطع بعد القصف الذي تعرضت له قاعدة سبايكر. المشكلة أن الحكومة في العراق لا تبين حقيقة هذه الانفجارات أو هذه عمليات القصف على القواعد العسكرية، إن كانت قواعد عسكرية تابعة للجيش أو مخازن تابعة إلى الميليشيات أو قواعد أمريكية أو غيرها من قوات التحالف منذ أيام عادل عبد المهدي، وهناك عمليات قصف، ولكن العمليات التي تجري من قبل الميليشيات لا تشير إليها الحكومة ووزارة الدفاع والداخلية بأنها عمليات إرهابية تستهدف المؤسسات الحكومية. طبعا تعليقات العراقيين على القصف على قاعدتي الصقر وسبايكر كانت كثيرة، ومنهم من قال علي قال الحكومة تقول بسبب الحرارة، عبد الله قال أكيد ما يعرفوهم إلى متى نعيش برعب بالعراق من وراء الأحزاب. حيدر قال هاي انفجارات نتيجة انفجار خزان وقود سيارات. فايز قال تخيل طلع بأن الجنود الأمريكيين وميليشيات إيران كتائب الإمام علي كلهم مقراتهم مع بعض في قاعدة سبايكر، والله يلعبون علينا إيران وأمريكا. والآن إلى فقرة أنت ترى. وصلنا مقطع من الناصرية عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين. المقطع يوضح قيام متظاهرين غاضبين باقتحام فرع توزيع كهرباء شمال الناصرية في قضاء الشطرة. طالبوا المدير وسام مجيد بتقديم استقالته بسبب تردي الطاقة الكهربائية المستمر. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. هل يسمعون أهل الشطرة؟ مدير الكهرباء أستاذ وسام يقول أنا مستعد أستقيل واستقاليت لأن ما أتحمل مسؤولية الكهرباء. تروح أنت وياي. يلا. هسه تأخذ موعد وروح. فينا. يلا. فينا. ليش ما يجينا المحافظ؟ ليش ما يجينا المحافظ ويشوف محالاتنا؟ شبينا؟ قال احنا استحدى الله احنا خلينا على الكرسي غير انتوا اخواننا عسيتون ايش سوينا؟ شنو سوى عنا شنو؟ قال لك لنا والله ما عندنا يبكي على موت كهرباء من الله ينتقم منكم بجاء محمد وآل محمد تروحون في دول تراب رجلي شكو نائب انتخبنا وشكو مسؤول يروح في دول النعل الله. مقطع آخر كذلك وصلنا عبر خدمة أنت ترى لتظاهرة لأهالي قضاء الحسينية بمحافظة كربلاء، كذلك احتجاجا على استمرار تردي الكهرباء في العراق. دعونا نتابع هذا المقطع. مظاهرات هاي حاليا كربلانا قضاء الحسينية القنطرة البيضاء، ناس طلعت من وراء الكهرباء ماكو أبد، تطفي 5 ساعات 6 تجي ساعة متقطعة. هاي قضاء الحسينية قنطرة البيضة، هاي الشباب حاليا قطعة الطريق، العالم بعد ما عندها الصبور.
أهلا بكم من جديد، ومع البريد الوارد، حيث وصلتنا رسالة إلى البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: السلام عليكم، من خلال منبركم أود القول بأنه يجب إزاحة هذا النظام الفاسد الطائفي ومحاكمته، وتأسيس نظام جديد يخدم الوطن. ما حصل من قتل وقمع لمتظاهري بغداد وحرق للخيم وإطلاق الرصاص الحي بواسطة الميليشيات الولائية لإيران وقوات الشغب يشبه ما حدث في حكومة عادل زوية، كما قال الكاظمي، قال جبان وقاتل يقمع الشعب ويسمح للميليشيات الإيرانية بقتل الشعب العراقي وهو شريك بالسكوت وعدم محاسبة القتلة خوفا على المنصب. والآن إلى فقرة هاشتاج. أطلق مغردون عراقيون على منصة تويتر هاشتاجا بعنوان قمع السلطة يتجدد، الذي تصدر الترند العراقي لهذا اليوم، وذلك بعد تكرار القمع الحكومي لمتظاهري ساحتي التحرير والطيران في العاصمة بغداد، كذلك قمع المتظاهرين في المحافظات الأخرى التي شهدت حراكا متصاعدا خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة تردي الكهرباء وزيف الوعود التي أطلقتها حكومة الكاظمي بالكشف عن قتلة المتظاهرين والتسويف المستمر لمتظاهري ثورة تشرين. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الهاشتاج. جمال حسين علي غرد وقال: قمع السلطة يتجدد، وهو متى توقف حتى تجدد القمع؟ مو بس ضرب وقصف وقتل واعتقال واختطاف، القمع لما تشتري سلعة مستوردة تقدر تصنعها، القمع لما تشوف أغبى الناس يديرون مؤسسات العقل، القمع من نشوف الأراذل يعلمون الناس على الأخلاق، القمع لما العملاء في المناصب والثوار في السجون وغيرها. علي نوري غرد وقال: هل تعرفون لماذا يريدون قمع ثورة تشرين؟ لأنها تؤسس لعراق جديد خال من الأحزاب والمتنفذين، لأنها كشفت حقيقة السلطة التي تحكم العراق وفضحت زيفهم وأكاذيبهم، يريدون إخمادها مهما سال الدم ومهما سقط الشباب، يريدون إطفاء توهجها، لكن هيهات ذلك، قمع السلطة يتجدد. جلال الصافي غرد وقال: هيهات من الذلة، هالجملة صارت بس من حق الزلم اللي بالساحات، العبيد وأهل الذل ابقوا ذلتكم، الحسين عليه السلام بريء منكم، قمع السلطة يتجدد. علي قال: يبدو بأن القتل لهم عادة، وإلا ما هي المصلحة من قمع متظاهرين سلميين تركوا بيوتهم منذ أشهر وتحملوا كل الظروف القاسية التي مرت بهم لأجل تحقيق مطالبهم المشروعة والتي تصب في مصلحة كل العراقيين بكل طوائفهم، من يقمع الثوار فهو يقمع كل العراقيين، قمع السلطة يتجدد. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. رحلة عطاء امتدت لنصف قرن، وهب حياته المهنية لخدمة الطبقة الفقيرة، الطبيب المصري محمد مشالي الذي كان يلقب بطبيب الغلابة، كان يفحص المرضى من الفقراء والغلابة والمحتاجين بأسعار رمزية جدا تصل إلى 10 جنيهات مصرية، أو لا يأخذ أبدا منهم. لقبه المصريون كما قلنا بطبيب الغلابة، كان يرجو أن يلقى ربه وهو يخدم المرضى، توفي عن عمر ناهز 76 عاما رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. تعالوا نتابع مع بعض بعضا من مراحل عطائه مع تقرير لموقع إيجيبلاس عربي. تاخد وهو على فراش الموت، اوعى تاخد فلوس من مريض غير قادر على الكشف، غير قادر على دفع الكشف. انا التكريم بتاعي دعوات المرضى الغلبه ليا،
أنا ببقى ماشي في الشارع وسامع بوداني هم بيقول علي إيه. رحمه الله. علم الطفيليات هو علم من علوم الحياة، وهو علم يختص في الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة، ويدرس كيفية انتشارها وعلاقتها بالإنسان وفيما بينها. لكن هل تعلم بأن المسلمين سبقوا غيرهم في مجال علم الطفيليات؟ ذلك العلم الدقيق الذي يتناول أصغر الكائنات وأدقها، كأمثال العالم ابن سينا وابن الرازي وابن زهر الأندلسي. دعونا نتابع تفاصيل أكثر عبر تقرير لموقع ميم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.